الطبخ والأكل السوري كل الصبايا والسيدات يمكن بيتقنوه، ودائما له طعم خاص حتى بالدول الأخرى. بيقولوا لك المطبخ السوري غير كل المطابخ، في أكلات منوعة، في أكلات بدها شغل، في أكلات بتعذب، بس دائما لمسة السيدة بتبين من خلال شغلها وكيف ممكن تحكم التفاصيل وتحضر السفرة. أكيد نور، ودائما بنقول الطبخ فن وشطارة ومهارة، وكل سيدة لها نفسها الخاص. يعني حتى بقلب البيت في حدا بيقول لك كثير، في حدا بيقول لك مثلا هي الأكلة أنا بعرف إنه ماما طابختها من التفاصيل تبعها، هي بعرف إنه أختي مثلا طابختها، وهكذا. كل حدا له من الملح، من الملح. بتحب الملح زيادة؟ لا، بحب الملح ظاهر بالأكل. أها، يعني بحب أنا بس له مدار، بس له مدار الملح الزايد. بحس اللي الأكل اللي ما فيه كثير ملح ما له طعم، مدري كيف بحس. في مثل ما بيقولوا الدنيا أذواق، وكل حدا بيحب شيء. اليوم رح نتعرف على سيدة من السيدات، طبعا الأكل كان هو الوسيلة اللي قدرت من خلالها أنه تعمل بصمة خاصة فيها بعالم طبعا الشغل البيتي والأكلات اللي هي تصنع ضمن المنزل وتباع ضمن البازارات أو حتى عبر الإنترنت. عم نحكي عن ضيفتنا اللي كتير ناس بيعرفوها من اسمها دانيا موصلي، وهي اسم معروف صارت ضمن حاليا دمشق وان شاء الله قريبا بالمحافظات. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. يسعد صباحك. الطبخ هو مهاره بتتقنيها دانيا وتحول لمشروع. قديش كمان اذا بدنا نحكي عن هذا المشروع كيف بلش بدايته، قديش صعب لما نقول اكل البيت؟ يعني كلياتنا بنحب اكل البيت، بنحب نروح على المطاعم، بس اكل الماما مختلف، طبخ ايدي مختلف. لما نروح لهذا المشروع نوعا ما في مغامره شوي، بس خلينا نحكي عن البداية وهي المغامرة كيف بلشت. هلا هي البداية مغامرة، دائما هي البداية حتكون مغامرة. أنا كان عندي تجارب كتير كبيرة ببداية مشروعي، إنه لازم يكون في شيء مختلف عن الطبخ اللي نحن بنعمله ببيتنا المعتادين عليه، لازم يكون في شيء مختلف لنقدر نعمل المشروع. فكان في مغامرات كتيرة وكتير لمسات جديدة وأفكار جديدة لقدرت الحمد لله أعمل بصمة كبيرة. دانيا خلينا نبلش نحكي عن اول الانواع. هلا يمكن عم شوف صوره اللي هي اليالانجي، يمكن معنا منه انت مشهوره كثير بهذا بهذا الصنف وبطريقه التزيين الخاصه، يعني هذا التقديم اي حدا بيشوف هذا الصحن بيعرف انه هي لفه، هي لفه. تمام. دانيا خلينا نحكي اكثر، شو اول شيء بلشتي فيه وكيف بلشتي هيك ترسمي هي ملامح انه هي لمستي الخاصه؟ تمام. هلا طبعا هي مو هيك، ما بلشت هيك، انا بلشت بمراحل صغيره بالاول. يعني انه كل يوم عندي فكره جديده، كل يوم عندي ابتكار جديد، كل يوم عندي شيء جديد اعمله، لحتى وصلت لقوالب اليالانجي هلا، فصرت مشهوره كثير فيها. طبعا افكار دائما ببتكرها وفكر فيها، ما في شيء بيجي هيك بالسهل. يعني دائما يعني احيانا اذا بدي ابتكر اي فكره ممكن ضلني يومين انه انا قاعده عم فكر شو لازم اعمل، شو لازم اسوي، شو الشيء الجديد لازم اعمله. فهلا انشهرت بقوالب اليالانجي الحمد لله، كل العالم حابين. وعم تشتغلي على التفاصيل، نحن بنقول العين مغرفة الكلام، اليوم عم يروحوا على الابهار البصري اكثر بكثير من التفاصيل، انت لا، تفاصيل بسيطه هي الحلوه اللي ممكن نقول انه الطبخ البيتي مع تفاصيل بسيطه لجماليه الطبق، هون الموضوع بيكون مختلف. تمام. هو الناس مياله للبساطه والجمال. اكيد اكيد، العالم كثير بتحب يعني الشيء البسيط ونفس الوقت النظافة والنفس الطيب، بيجتمعوا مع بعض خلص عملوا شيء كتير واو الحمد لله. شو الإطراءات اللي بيقولوا لك إياها عن أكلك دائما هيك بتلاقيها فعليا هيك ببالك بتذكريها بمحبة؟ كتير بيحبوا اللمسات اللي بعملها بالأكل الجديدة، يعني أي شيء إضافات جديدة بيتقبلوها، لأنه بيقولوا لي نحن إنه هلا مثال اليالانجي إنه هنا ما بيحطوا له كزبرة يابسة، فأنا بحط له كزبرة يابسة، هي التغيير الوحيد. فهن إنه مستغربين إنه الطعم طلعت طيبة، انه كيف انت عم تحطي له كزبره، احنا بعمرنا ما حطينا، فتشجعوا وحطوا لقوا الطعم كثير الحمد لله طيبه. فهن مبسوطين بالشيء اللي عم بعمله الحمد لله، بيحبوني وعم يدعموني يعني ان شاء الله. واكيد نحن دائما كمان بندعم اي مشروع لاي سيده، لانه مؤمنين قديش انت ممكن من هالمشروع الصغير تكوني معيلة لنفسك، تفتحي هالمشروع يكبر اكثر واكثر. اكيد يعني انا هذا حلمي انه يكون هذا المشروع بضم اكبر عدد من السيدات السوريات والصبايا. ان شاء الله. بلشتي تدربي حدا ولا مختصة يعني بسر المهنة؟ ان شاء الله هو هذا طموحي انه يجوا صبايا لعندي يتدربوا وياخذوا هالمهنة وينشروها اكثر واكثر، لانه كثير هي حلوة. طيب دانيا خلينا نحكي، مو بس عم نحكي عن مهارة باتقان الطبخ السوري، المونة السورية
نحن معروفين بالمونة السورية، كل الصبايا والسيدات هذا جزء أساسي لازم أكيد تكون فيه خلال المنزل. بس المونة هلأ في المونة صعوبة، يعني لما نقول كتير إنه في مونة، هاي الأكل بدنا نخبيه خلال الشتاء نستخدمه، وفي تفاصيل يعني رب يعني لما نقول مثلا دبس البندورة مثلا اللي ماما بتعمله، أنا بعرف إنه هذا مختلف عن جارتنا اللي بتعمله. هون الأذواق كمان بتكون أكيد إرضاءها شوي صعب. هلا المونة صعوبتها مو بتصنيعها عقد ما تخزينها، انه تتخزن بشكل كثير منيح وتضلها يعني معك من سنه. النظافه هي اكيد اكيد النظافه هلا هي اكيد يعني اكيد بالمرتبه الاولى، بس المرتبه الثانيه انه لازم يكون تخزينها من سنه لسنه، ضل عندك فتره كثير منيحه، هي المونة هي سر نجاحها. فهون نحن عندنا الصعوبه ولازم يكون كثير دارسينها بشكل كثير كبير. أكيد. خلينا نحكي عن الأصناف اللي موجودة حاليا بمطبخ دانيا. نحن بنعرف عندك صفحة على الإنستغرام وأيضا على صفحة على الفيسبوك، من خلاله بتتواصلي مع الناس غير تواجدك بالبازارات اللي بيكون أغلب الوقت أي بازار موجود حضرتك بتكون فيه. شو هي المواد اللي حضرتك بتقدميها بشكل ثابت دائما؟ بالشكل ثابت هو الأكل الشرقي دائما، المناسف، العزومات الكبيرة، اليالنجي والبرك والكبة، هذا دائما يعني هدول دائما موجودين. طبعا تواصي قبل بيومين، والمونة الشتوية دائما بتتحضر كل وقت بوقته، كل يعني كل فترة من السنة بيكون إلى وقت مونة. هلا احنا بالملوخية والبامية والتوت الشامي والحسرم، وشوي حنحول للمقدوس، فهيك الحمد لله. طب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلتي الصبية بتوصيكي قبل بيومين، وانتي مشهورة بالمقبلات دانية، يعني أكثر شيء بتلاقي على السفرة الزينة. شو اللي بيختلف لما تقولي انه لمسة دانية او نكهة دانية لما نحكي مثلا مثل الكبة؟ يعني شو الإضافات اللي ممكن انا لاقي الفرق فيها من خلال كبة دانية؟ هلا دائما بحاول انه اتبع الطرق القديمة، يعني ما الطرق الحديثة اللي بكثروا بهارات والشيء الجديد اللي عم يعملوه، انه اكل المطاعم حاول دائما بعد عن اكل المطاعم. خلي طريقة انتيتا يعني الله يرحمها، هي اللي علمتني الاكل. بتستخدمي الماكينة ولا على ايدك؟ لا ممكن احنا نكون على ايدي على ايدنا، يعني احنا لانه كادر كامل يعني، فممكن على الايد، ممكن على الماكينة اليدوية القديمة، المعدات البسيطة، فهي اللي كتير بتضيف النكهة القديمة الاكل، يعني العالم عم تحب الشيء القديم، حتى شكل القديم. الكب القديم لانه هلا عم يتفننوا باشكال الكبه. تمام. لا انا الناس بتحب أبداً الشكل اللي نحن متعودين حتى بيقولوا لي ليش عم تتعبي حالك انه في ماكينات هلا عم تعمل وكذا. صحيح. مستحيل بضلني على الطرق القديمه. صحيح. اكيد يعني ما بيحطوا الماجي والبهارات الزياده، بس انه ملح وفلفل. وعم حاول هلا شوي شوي كمان انه اتبع النظام الصحي، الاكل الصحي الطيب، يعني هذا هو كمان حلمي وطموحي ان شاء الله. بعدين ان شاء الله ان شاء الله. دانيا خلينا نحكي اكثر، قلتي فريق العمل، نعرف ايمت بلشتي انت لوحدك، هلا كم حدا موجود بمطبخ دانيا؟ كمان كل حدا شو له دور، يعني هذا الشغل ليطلع بهي الطريقه بده كثير مراحل من التوصاية، تلقي يعني الطلبات. خمس سنين تقريبا بالضبط، قد ايه ما بعرف صراحه، بس حيكون له يعني حيصير خمس سنين تقريبا. فمريت مراحل كبيره، يعني هي انه ما بتنحسب ولا بتنعد، وصعوبات كثير كبيره لحتى وصلت لهون الحمد لله. طبعا ما بحس حالي لسه من الناجحين ابدا، لسه بدي اتطور اكثر. طموحي انه يصير عندي مطعم بوسط دمشق، كثير عندي طموح كبير ان شاء الله يا رب تحقق كل انه بدايه نجاحاتي هلا ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نحكي، لما نقول الاكل السوري يعني اكل متنوع وبنفس الوقت دسم، يعني في اشكال كثير متنوعه. لما تقولي ممكن اعمل شق اخر للمشروع اللي هو الاكل الصحي، وهي نقطه كثير مهمه، يعني معروف دائما اكل صحي مو كثير طيب. اليوم عم نشوف صبايا وسيدات عم يعملوا اكل صحي، يمكن سلمى واستضفناها هون برحلاتنا الصباحيه، ما في اختلاف حتى بالنكهه، مع انه احيانا المكونات ممكن عم تختلف. انا هذا قديش هي الصعوبه لما انا روح صوب هذا المشروع وبنفس الوقت في تحدي؟ وانت مثلا اشتهرتي بالاكلات الشاميه الثقيله. هلا انا بشكل عام اكل كثير خفيف دسم، كل شيء يعني عم جرب ببعث للعالم انه حدا حيقول لي انه مو طيب او خفيف دسم. لا، هو بالاصل انا بلشت اتعود انه العالم انه ما يكون فيها الدسم الكثير، فتعودوا على هذا الشيء.
فشوي شوي هنا وقت بيحسوا حالهم عم ياكلوا اكل صحي وطيب اكيد كمان بيتعودوا حينبسطوا كمان اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله تعال. اكيد. خلينا نحكي كمان على الافكار. يعني دانيا من فتره بيصير اوقات في مسابقات للاطفال لتعليم الاكل، في بيصير مثلا مسابقات ل مثلا حدا يعمل شيء معين، صنف انه اطيب صنف، مين شفت اطيب شيء، بتشاركي بهيك قصص؟ شاركت بايفنتات، اخر ايفنت شاركت فيه باورا اخذت اكلاتي وكثير العالم حبيتي هنيك، وعملوا انه اي اطيب صنف، طلعت انا مرتبه ثانيه او ثالثه ما اتذكر. كثير انبسطت كله ولا لا؟ لا هو كان اكل تمام، هو اكل صحي، هو اكلي يعني، بس ضفت من عندهم الشيء الصحي اللي هن بيحطوه باكلاتهم، فطلع الشاورما وقتها كان مع الزنجبيل والقرفة، فكتير يعني دخلت البهارات الصحية مع أكلي فما فرق الطعم الحمد لله، وكان طعم الأكل اللي كنا اللي عملته أنه من المرتبة الثانية، فكتير انبسطت. أكيد نحن دائما ندعم المواهب الشابة وبنتمنى لك أكيد التوفيق. دانيا كتير حابة أنه أدعم أنه تشكر عالم دعموني. فيك تشكري لهيك سألنا لك على الفريق كنا نتشكر، ونحن عملتي كتير كتار. أنا فأكيد كتير كتار أنه من أولاً هي الإعلامية ريهام حمود، تشكر عن جد من كل قلبي، والسيدة شكرا مرتجى وأمل عارفة والسيدة روعة السعدي، هدول من زبايني اللي كتير بيحبوني بيضلوا بيدعموني ستوريات. أكيد نوجه لهم تحية في كل ياتهم. وطبعاً كتير في شباب وصبايا دعموني. لفريقك كله. لفريقي كله ولبشورة اللي دائماً جنبي. ولبشورة كمان. وإيد بإيدي، كانت اليوم على أساس تكون معي بالمقابلة بس إن شاء الله. المرة الجاية أكيد. كتير كتير بدي أتشكر عالم، يعني ما بعرف نسيت كتير بس بدي أتشكر كل اللي دعمني. أكيد هي أحلى شيء. أكيد نشكرهم كلهم. أكيد. أول شيء زبايني اللي بيحبوني بكل أغلاطي وبكل وبانتقاداتهم اللي اللي بتجنن، هذول اكيد يعني هن المرتبه الاولى بنجاحي اكيد يعني. اكيد بدنا نشكرهم كلهم لكل الاسماء اللي قلتيها ولكل حدا جندي مجهول عم يدعم دانيا او عم يدعم اي سيده بمشروع. دعم الاساسي ما في لازم ولا تنسي اكيد لازم تتذكري اول حدا لازم تتذكري. تقبلني بمشروعي والحمد لله رغم كل صعوبات المجتمع الشرقي اكيد انتم بتعرفوها، بقى الحمد لله كمان بدي اتشكر وشكر كثير كبير كمان. شكرا لك. شكرا لوجودك. شكرا لك. الله يسلمك.